ده الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد حليم. ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم. فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره ساوسن. ساوسن مبادئ. جو ده اسمك في البطاقه؟ لا انا اسمي في البطاقه رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ليه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي كده؟ ايه اللي انت جايباه معاكي ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. ايه يا ربي ايه؟ يا سيدي خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب الهي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. وبمناسبة ايه الدكتورة ساوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا ارجوك سيبهولي، اصل المرحوم معلمني اعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش ابدا ابدا. انا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالناي. خده، انا مش عاوزه. أنا شخصياً ماشي مع طبلة، بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز أوي. أروح أنا أظبط الصوت ده قبل ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. قال الله. قال الله. شد حيلك يا دكتورة. شد على الله. تفضلي حضرتك. كرسي. تفضلي. هاي. ما تزعيش نفسك قوي يا تونت عشان الزعل يبين انت جايت لي تحت عينيكي. تشاو. تجعيت؟ علي يا ابني البيت شوية. هلو ايفريبادي، انا البقاء لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه؟ ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه، وبنقول له كلنا دايما الباقي يا جو يا حبيبي. يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطه هروح اقتله لك حبيبي. طمنيش بحاجه يا اخي. الحبايه اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. ده انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه، معايا حاجه ثانيه. انت سكرت ولا ايه؟ اه مسكوته. حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع والله العظيم. الواد ده جدع. ده جدع. اه احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان حبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. اجيب لك واحده معاه ابو صليبه. هشوف لك لو ما لقيتش هتترمى جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه.
كنت بقول لها ده دايما ما معوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ خلينا بقول كده، لم الحاجه بقى. لا لم ايه، ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. امال مهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفشت يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده المايك. وحدون عليا النعمه، الناس دي كلها مؤمنه. مستعجل ليه؟ لسه السهرة طويلة. تفضل الله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليلة زي الفل يعني. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك ليه؟ خسرت الدوري. اخص عليك يا انكل. اخص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان الفونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. ما انا بعت واحد. قال الله. قال الله. قال الله المرحوم سريح. وانت مش ناوي تسريح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طب ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك، ولا هيجي لك حرج اتاك. ايه ده انت؟ ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت اشتري؟ انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 جو. ما اديتوش حاجة، ده أول ما شاف البرشامة مات. المقرئ فين؟ الليلة العسل دي. عسل إيه؟ الناس بتموت أهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو ده عزم مختار؟ أنا افتكرتك، أنت لسه ما لقيتش عزم مختار. هو ده عزم مختار؟ لا، ده عزا ورثة أم مختار. طب ما قلتلكوش حاجة وحشة. لا خد، راح فين؟ مدام جيت خش يا عزي. لا خلاص، عندي ميعاد، مش هقدر. خش. خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزم ومختار. مش عازم. خد يالا، خد يا. بسم الله الرحمن الرحيم. دورامي فاصل. دورامي ايه يا متر؟ انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجش. الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعت السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله، اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد، اقرا الوصيه من فضلك. من عناية جزء 6. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي أنا سليم سلامة وأنا بكامل قواي العقلية بأن تقول كل ثروتي لابن أخي سليم رشدي اللي تسمى على اسمه. الله أكبر، يحيى العدل، الله يخليك يا عم ويطول لنا في عمرك. هو فين عمي عشان أبوسه؟ تبوس مين؟ الراجل مات. اقعد بقى. الوصية دي فيها حاجة غلط، هو يقصد لأخي رشدي، مفيش ابن. أصل أخويا كان بيفك الخط بالعافية، أنا عارفه. بص حضرتك يا بيه، مفيش غلط ولا حاجة، ربنا ما يجيب غلط. وذلك بعدة شروط، وهي نظرا لأخلاق سليم ورشدي التلفنة والبيضة. واحد، أن يبحث سليم على بنت أصول ليس لها علاقة سابقة مع أي شاب، يعني محدش لمسها أبدا. بالعرب الفصيح كده، نو تاتش. عندها تانية يعني ولا إيه؟ أو بالكهرب يعني. على الأصل دور يا محترم، مش من الكباريهات والديسكوهات والمواخير اللي بتسهر فيها. ده وقته، احنا فيه ولا في ايه؟ ايه يا عم الوسائل من ايه لابس 60 نيله دي؟ الاهم من ده كله بقى يا استاذ سليم، انك تقنعها بالجواز. ثانيا، مده البحث عن الفتاه لا يستغرق اكثر من 40 يوما، واذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروه الى الجمعيات الخيريه ودور الايتام. فرحان بنفسك قوي يا اخويا. لا ده كده هاصل، اخويا اتجنن. ايوه اخويا مجنون، وانت السبب، انت اللي بوظت دماغ اخويا، انت اللي كنت نبداله في اخر عيوني. لو سمحت بلاش غلط، انت عايز كل حاجه على الجاهز من غير تعب؟ تعب
هو حد يتعبني في حياتي كلها قدك يا متعبة؟ مش كفاية انك خلعتيني زي المسمار المصد وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفاية حرمتيني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم جريس يا ابني، انا كده مش عارف اقرا الوصية. ثالثا، يا حلاوة الثالثة، ان يعيش الاستاذ المبجل جاد الرب عبد المولي اللي هو اني في الفيلا لمدة 40 نهار هو وجماعته، مستحميين، نائمين، اكلين، شاربين، متهنيين، واني وان يراقب سليم ورشدي كظلهم، واني اؤمنه على الوصية امام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكون في علمكم فات من 40 نهار 10 دقايق، اللهم اني بلغت، اللهم فشل. ما تسمعنا حاجة بدل ما انت واقف كده. تحبوا تسمعوا ايه؟ دلع عيني دلع، اخويا عملها وخلع.